بروك بروك يا ابني بروك بروك خواتني حالترو من هون لهون. يا ده سلام يا الله. هذا لسنا احنا يسمونا ذكور شباب ورجال. ذكور ما تخرج مش تهشان. ذكور شباب ورجال قلت لي ها؟ هلا الذكور نعم نحن بنتذكر كل لحظة حلوة للمرأة. ايوه نحن ذكور وشباب. يعني نحن بنشيب بعد الحب والإخلاص والتفاني للمرأة. يا سلام. والرجال لأنه نحن بنحكي حكي رجال. ايوه. هيك. طيب النسوان ليش بقول النسوان؟ حريم مرة. نسوان وحريم ومرة قلت لي. ايوه ليش؟ الله النسوان لأنه بنسوا كل لحظة حلوة للرجال. ايوه. والحريم بحرموا الزلمة عيشته. ايوه. تمام. والمرأة بتطققوا مرات الزلمة عشان يتجوز مرة تانية. الحيرة على الصيد حبيبي. ايه يا حبيبي؟ الصيد على الصيد. ايه يا حبيبي مصر الصيد احسن شيء. اوه برد الجو برد. اين اصير احسن شيء ارجع. برد كتير. فوت فوت حبيبي فوت 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 فوت. والله برد كتير. ايه والله برد كتير. فوت 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 حبيبي لان حمالي على الصيد. يا حرمة جيبي كاسة شاي. حاس كيف صفي انت ولا حاس يا ضرب يا بي. لا حرمة حاجة بي لا تزور لا قادي شمتي قدالك ويا شمت طرب طرب لا رفعني من خيرك ومشفتني شفتيرك مطولي يا طفيرة مش ورايح. الله انت كمان رايح القهوة عند الفيس. طيب ايش متى لله ورا نخلص من هذا السنة. كلها متجوزين كلها متجوزين لك ما في جازة. يلا هيك ليش يا بي ليش ليش يا بي عم. طب بدي اسألك سؤال. سؤال ايش بفرق العزابي عن المتجوز؟ الله العزابي مثل موت الكلاب والمتجوز بعيش عيشة الكلاب. غالي لها ميار. انا ابو عزابي حبيبي من قلبه نوال بيدك وما تلحق غالي. اخ يا ابو حلبه سلامتك من اخي. شو في؟ في قصه شغلني بالي صار يومين عم بفكر فيها. يومين اوف يومين يومين بطلت اعيدها عم بفكر فيها؟ بطلت اعيدها. ايه لو بتعيدها لو بتعيدها. ابو عزاب بدي اسالك سؤال. تفضل. والله هون جوزة حلقها بتوجعني حتى. اوف سلامتك سلامتك. تفضل. راسي شو السؤال؟ والله الحب بيجي بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ الحب ايوه قيمك بيجي قيمك. والله حلو عند اللوق.